ونتوقف عند هذا الخبر، خبر استقبال المدير العام للأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني عبد اللطيف حموشي ديفيد فيشر سفير الولايات المتحدة في المغرب بمزيد من التحليل، حيث يندرج هذا اللقاء كما ذكرنا اللقاء الهام في إطار علاقات التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات الأمنية. معنا في التحليل الدكتور محمد بن حمو الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي. مساء الخير أستاذ الكريم. مساء الخير عبد الله. إذن هو اعتراف دكتور بن حمو، اعتراف دولي بدور المغرب في مكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب، ما تعليقكم بداية؟ فعلا هذا اللقاء هو هام جدا ويدخل ضمن سلسلة طويلة من اللقاءات العالية المستوى بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية، ويؤكد يعني أن هذا التعاون المتين وهذا الاعتراف كذلك بالتجربة المغربية ودور المغرب في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف ودوره كذلك في مكافحة الجريمة الدولية العابرة للحدود. أكيد بأن اللقاء الذي تم اليوم بين السيد عبد اللطيف الحموشي المدير العام للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني والمديرية العامة للأمن الوطني والسيد ديفيد فيشر سفير الولايات المتحدة الأمريكية جاء ليؤكد متانة التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، و يؤكد كذلك يعني ذلك العمل المشترك والحوار والاستمرار في التعاون الاستراتيجي ضمن الحوار الاستراتيجي بين البلدين. نحن نعلم بأن يعني العلاقات المغربية الأمريكية هي علاقات متينة، علاقات تاريخية، أكيد بأننا يعني نعلم جميعا بأنها علاقات تعود في متانتها إلى معاهدة الصدق والصداقة والأمانة، السلم والأمن بين يعني البلدين الراجعة إلى سنة 1787، أي منذ 233 سنة، ومعاهدة السلم والصداقة بين البلدين قائمة، ويظهر جليا هذا الاستمرار في هذا العمل المشترك والتعاون بين البلدين من خلال كل اللقاءات، ولقاء اليوم يؤكد ذلك ويؤكد دور ومكانة المغرب في مكافحة الجريمة الدولية العابرة للحدود ومكافحة الإرهاب. اليوم كيف ننظر إلى هذا التعاون الاستراتيجي بين البلدين في المجال الأمني؟ أكيد بأنه تعاون وثيق، تعاون متين، تعاون يقوم على تبادل المعلومات، على تبادل الخبرات والتجارب، تعاون يعني يؤكد لقاء اليوم بأنه قائم من جهة بين يعني الأجهزة الأمنية المغربية، وبالأساس كما يعني كما جاء في البلاغ يعني تقوية التعاون بين المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني ومختلف يعني الوكالات الأمنية الأمريكية، هو تعاون يقوم على مكافحة مختلف المخاطر والتهديدات، سواء يعني الإرهابية منها أو كذلك يعني التهديدات المرتبطة بالجريمة الدولية العابرة للحدود. ونحن نعلم بأن للولايات المتحدة الأمريكية كذلك تجربة كبيرة في مواجهة هذه الجريمة، خاصة فيما يرتبط بالجريمة الدولية العابرة للحدود القادمة من أمريكا اللاتينية. والحال اليوم أن يعني هذه التنظيمات الإجرامية التي تنشط في تهريب المخدرات بالأساس الكوكايين من أمريكا الجنوبية ولها تقاطعات مع يعني الجريمة الدولية في مجالات أخرى، سواء في مجال تبييض الأموال أو كذلك يعني في مجالات إجرامية أخرى، هي الآن يعني استقرت بإفريقيا والمغرب يواجهها كذلك بقوة كبيرة. نعم، انطلاقا من كل ما ذكر الدكتور بن حمو واعتبارا لهذا الرصيد الأمني المشترك والاعتراف الدولي الكبير بالدور المغربي في هذا المجال، كيف يمكن اليوم للبلدين أن يساهما سويا في أحلال الأمن والسلم العالميين والدوليين؟
فعلا الولايات المتحدة الأمريكية تثق كثيرا في شراكتها الاستراتيجية مع المغرب، ويعني هي في هذه الشراكة تسعى إلى تقويتها وإلى تدعيمها إلى أبعد الحدود. ولاحظنا من خلال هذه الزيارة اليوم وما تم تداوله خلالها وكذلك الآفاق المستقبلية لهذا التعاون أو من خلال كذلك يعني اللقاءات السابقة التي تمت سواء بين يعني السيد عبد اللطيف الحموشي والسيد مايك بامبيو، سواء حين كان يعني رئيسا لوكالة الاستخبارات الأمريكية أو بعد ذلك وهو وزير للخارجية يعني الأمريكي، وزيارته لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، يعني كلها يعني معطيات تؤكد بالملموس بأن الولايات المتحدة الأمريكية يعني تسعى إلى تدعيم وتمتين وتقوية هذه العلاقة بين المغرب ويعني والولايات المتحدة الأمريكية في الجوانب الأمنية، وأنها يعني تستفيد من ما يمكن اعتباره يعني خبرة وتجربة مغربية في مجال مكافحة التطرف العنيف، في مجال مكافحة الإرهاب، وكذلك في مكافحة الجريمة الدولية عبر الحدود سواء من المخدرات أو تبييض الأموال أو كذلك يعني الهجرة غير الشرعية أو تهريب الأسلحة وغيرها من التهديدات والمخاطر التي تمس المجال الأمني. فإذا نحن أمام يعني شراكة استراتيجية وأمام اعتراف قوي بدور ومكانة المغرب، خاصة وأن يعني هذا اللقاء أشار إلى المناخ والمحيط الإقليمي للمغرب سواء في شمال إفريقيا أو في منطقة الساحل والصحراء، مع تنامي هذه التهديدات والمخاطر التي تفرزها هذه المجالات. نعم، مسألة مهمة أيضا، يعني أي رمزية لهذا يعني هذا اللقاء وهذه الزيارة؟ سفير أهم وأقوى دولة في العالم يستقبل اليوم من طرف السيد عبد اللطيف حموشي في زيارة للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني. فعلا هي الزيارة تأتي أولا في ظرفية خاصة، الظرفية هي أن العالم اليوم منكب على يعني مكافحة وباء كورونا، وأن يعني هناك اهتمام كبير أو أولوية كبيرة لهذا المجال، ولكن ومع ذلك الولايات المتحدة الأمريكية كما هو الشأن بالنسبة للمغرب يعني يركزان على التهديدات والمخاطر القائمة التي يعني لا زالت محدقة ومستمرة. وهذه الزيارة لمقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني هي اعتراف ب يعني مكانة هذه يعني المؤسسة وكذلك الدور الكبير الذي يلعبه رجال ونساء الأمن في المغرب في سبيل الأمن والاستقرار الوطني والعالمي، وكذلك يعني الانتقال إلى مقر المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني من طرف سفير الولايات المتحدة الأمريكية هو اعتراف كذلك بأن هذا البلد يسعى إلى الاستمرار في تقوية هذه العلاقات، ويسعى إلى الاستمرار كذلك في توسيع مجال هذه العلاقات. نعم، أشكرك جزيل الشكر دكتور محمد بن حمو الخبير في الشأن الأمني والاستراتيجي، كنت ضيفنا هذه الليلة.